الو يا شباب، معاكم مستر محمد ابراهيم. النهارده هنتكلم في الفيديو اللي موجود معانا عن الكومن جرامر ميستيكس. كومن جرامر ميستيكس، الاخطاء في الجرامر الشائعه للمرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه. النوع ده من الفيديوهات هيكون فيديوهات فاني فيديوز، فيديوهات مضحكه شويه بحيث نستمتع كمان بتعلم الجرامر بشكل فاني. يا جدي انا عارف عيبي، انا بصراحه جعان وعايز اتعشى. هتعشى فول بوطه؟ فول بوطه وما حدش فيهم ياكل معايا. ما حدش هياكل معايا. اتفضل يا جدي. وصلنا في الخطه لحد فين؟ لحد كيلو 5200 يا جدع. يا جدي حرام، الضرب ده كتير والله، الضرب ده سبب اسري. خلونا نبتدي يا شباب، وهيكون فيديو قصير جدا. common grammar mistakes، الاخطاء في الجرامر الشائعه. الامثله اللي موجوده معانا: my car beautiful. حد ممكن يقول my car beautiful، سيارتي جميلة. طبعا ده خطأ شائع، لأن أي جملة في اللغة الإنجليزية لازم يكون فيها الفعل my car is beautiful، وهنا اللي كان الغلطة المنتشرة اللي الناس بتنسى تحط verb to be am أو is أو are، وإحنا عارفين إن my car يعني it و it بتاخد is. at Monday، يعني ما أقول لحد see you at Monday ده غلط، لأن الصح see you on Monday. preposition حرف الجر اللي موجود معانا on، وon دايما بيجي وراها من ضمن الحاجات استخداماتها ايام الاسبوع in on at شهور ايام ساعات، فon بيجي وراها ايام الاسبوع. how to spell ده خطأ شائع، لما تيجي تسأل حد لازم تستخدم الauxiliary verb او الhelping verb، فعل المساعد في الجملة، فبالتالي بتقول له how do you spell، كيف تتهج، how do you spell your name، كيف تتهجأ اسمك. كمان من ضمن الأخطاء الشاسعة he likes cheese، هو بيحب الجبنة. he likes لازم نحط اس المضارع، لأن ده third person مع التصريف الثالث، أو نقدر نقول مع الفاعل في he و she و it بنحط اس المضارع يا شباب، فدايما الناس بتنسى وهي بتتكلم English أو بتذاكر أو بتحل التدريبات الاس مع he و she و it في تصريف المضارع simple present المضارع البسيط. last night I cry، الليلة اللي فاتت أنا عيطت. طبعا last night من كلمات الماضي البسيط، وبالتالي ده past tense زمن الماضي، يبقى نصرف الفعل في الزمن الماضي. last night I cried. what time it is ده برضو من ضمن الأخطاء الشاسعة، الوقت دلوقتي كام، الساعة كام، لازم هنا في ترتيب word order، ترتيب السؤال. السؤال بيبتدي ب question word، كلمة الاستفهام what time، بعد كده لازم يجي بعد أداة الاستفهام الفعل، وبعد كده الفاعل. لازم وانت بتكون سؤال what time is it، لما تيجي تجاوب ترتب الجملة it is 9 o'clock. he is more tall، هو طويل جدا. لا، دي لغة بايظة، لغة مش صحيحة تماما. المفروض في الcomparatives صيغة المقارنة أقول he is taller، he is taller than، he is taller than أطول من، he is taller than his brother، هو أطول من أخوه. آخر حاجة موجودة معانا في الفيديو اللطيف السريع I play chess good، أنا بلعب شطرنج كويس. good صفة ما ينفعش تكون موجودة هنا، هقول I play chess will، لأن will الأدفيرب، good صفة بتوصف شخص، بتوصف ضمير. يعني أما أجي أقول he is good، هو جيد، أو أما أجي أقول أحمد is good boy، أحمد ولد كويس، لكن الأدفيرب هو اللي بيجي علشان يقول طريقة الفعل، فهقول I played chess well. وبكده نكون خلصنا الفيديو السريع الجميل ده يا شباب. ادعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة أصدقائكم لقناتنا. دايما هطلب منكم الناس اللي استوعبت المعلومات اللي موجودة معانا النهاردة، بليز اسمعوا كده اللي أنا عايز أقوله لكم في الجزء ده. ارفع راسي لفوق إن شاء الله يا أبوي. شوف عايزك كده ترفع راسي لفوق. ربنا يقدرني يا أبوي. حياة اللي خلفوك يا خلف ترفع راسي لفوق. ما قلنا هنرفعها، هنرفعها يا أبوي. بس يا ده اللي يستوعب الحاجات دي كويس لازم يشرفنا كده ويكون شاطر وهو بيحل التدريبات وبيتكلم انجليش كويس. زغرطوا يا اخواني، يا حتى زغرطي والنبي يا نسوان. الله 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 الله، ايوه زغرطوا، زغرط يا عم سرحان. Thank you so much. Thank you for watching.
شكرا للمشاهدة، وأتمنى أن تكونوا استفدتم في الفيديو السريع دوت. Thank you يا شباب، ونتقابل في فيديوهات تانية. Common grammar mistakes، أخطاء الجرامر الشائعة. Thank you، بالتوفيق يا شباب. كان معاكم مستر محمد إبراهيم.